واقف بطبيعة الحال، وثلاث مرات وقعت إقالتي، وقع معناها خروجي. مرة قعدت 6 أشهر ومشيت سفير في المغرب لمدة حوالي عام، ومرة كذلك خرجت وقعدت حوالي أكثر من سنة ونصف المرة، والمرة الثالثة. ولذلك معناها معروف بمواقفي، يقول قائل ما هيش استقالة، ولكن لما تقول لا هي إقالة. ولذلك موقف معناها في كل هذه المراحل، ولكن دائما عملت وعملت من أجل تونس. لما يدعو الواجب أنا ديما موجود، لأن هذه كل واحد وطبيعته كيفاش تكون كيفاش يعمل، معناها يعتبرني سياسي ولكن في نفس الوقت إداري سياسي وكل ما معناها تدعى.